السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو رابط نتائج امتحانات الثالث متوسط، هذا الرابط السريع لتحميل النتائج PDF، يعني فهذا الرابط نزلته بقناتي على التليجرام، راح أخلي لكم رابط بالوصف، وهذا حينفتح على السريع على شكل PDF. بخصوص الاعتراضات، يوم غدا الثلاثاء تقديم الاعتراضات، يكون الاعتراض من خلال المدارس حصرا وبمبلغ 3000 لكل مادة، يعني تروحون للمدرسة وتقدمون الاعتراض او وتقدمون المادة، يعني تقولون لهم شنو المادة اللي تريدون تقدمون الاعتراض وتدفعون مبلغ 3000 لكل مادة. فالمهم هذا رابط النتائج السريع او بخصوص الثالث متوسط والاعتراضات، تريد تقدمون يوم غدا الثلاثاء.